لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، من القواعد المهمة جدا في تربية الأولاد الرعاية النفسية أو الاهتمام بنفسية الطفل. فالبناء النفسي والعاطفي للطفل من أكثر الأمور أهمية في حياة الطفل. العاطفة تحتل مساحة كبيرة في نفس الطفل، ومع الاهتمام بها تنشأ شخصية سوية متزنة، ومع إهمالها ربما كانت العقد النفسية. وسنحاول في الحديث عن الرعاية النفسية أو الاهتمام بنفسية الطفل أن نعرض ذلك من خلال 4 محاور: كيف تهتم بنفسية الطفل وكيف تعنى بذلك. نتكلم عن ذلك من خلال 4 محاور. المحور الأول: التشجيع. التشجيع للأطفال كالوقود للسيارة، بل وليس للأطفال فحسب، لكل الناس. انعدام التشجيع خطأ جسيم في تربية الأبناء، لأن التشجيع يعطي حافزا قويا للأبناء على المضي في السلوكيات الإيجابية، وعدمه ربما أدى إلى الإحباط. فبعض الآباء يهمل التشجيع في حياة الطفل، فلا شيء عنده يسمى إثابة. إذا أطاعه مثلا وكان بارا به، تجده يقول والله هذا واجب عليك أصلا. يعني الولد لو كان طائع وبار بوالديه، تجد الوالد أو تجد الأب أو الأم يقول له ده واجب عليك، أنت ما جبتش إيه؟ ما جبتش جديد. لو صلى مثلا قال له هذا فرض، فرضه الله عليك. هذه عبارات محبطة أو محبطة، لأن الطفل حينما يقوم بعمل من الأعمال فإنه يتلهف لعبارة ثناء تروي ظمأ نفسيته، وخصوصا هذا في السنين الأولى، لأن المعاني المعنوية تبدأ تتشكل فيما بعد. فإذا فعل شيئا يريد له مقابلا، أما قضية الاحتساب فليست في السنين الأولى، ليست بواضحة في حياة الطفل في السنين الأولى. من أمثلة انعدام التشجيع كذلك التوبيخ الزائد الذي يؤدي إلى تشويه شخصية ونفسية الطفل. فمثلا ربما وجدنا طفلا ترك الصلاة بعد العاشرة أو حتى بعد البلوغ، فتجد الأب مثلا أو الأم يقول أنت سبب الشر الذي نحن فيه، أنت سبب نزع البركة من البيت، ستظل دائما على حالك هكذا، وهذا بلا شك يفسد الولد. تعالوا ننظر في السنة وفي آثار السلف وكيف كانوا يعنون بالتشجيع. أما في السنة فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان. مطوية كطي البئر، يعني هذا البناء الذي يكون على فوهة البئر، ولها قرنان مثل ما يكون أيضا في البئر الذي يعلق فيه الدلو. قال: وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع، يعني لا تخف. قال: فقصصتها على حفصة أخته،
لأنه استحى أن يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. طبعا هناك جانب يختلف عنا في مثل هذه المواقف، وهو جانب الوحي. الرسول يعني ما يذكره هو وحي من الله سبحانه وتعالى، لكن لا نعدم من هذا الكلام إشارة إلى قضية التشجيع والتفسير المختلف للمواقف. يعني مثلا ربما يؤدي الولد شيئا من الأعمال فيختلف الوالدان أو الآباء في تفسيره، فبعض الآباء ربما يقول: أنت حدث لك ذلك لأنك إنسان مهمل وأنت إنسان مقصر. ووالد آخر يقول: حدث ذلك لأنك تحتاج إلى زيادة النشاط والجدية أكثر. إيه الفرق بين الاثنين؟ صح كده؟ الأولاني إحباط، خد بالك، والتاني تشجيع، والاثنين في الآخر نفس الموضوع. يعني مثلا، طبعا ما ينفعش الكلام ده على الحديث، لكن أنا عايز أقرب المثال. لو كان قال له: عشان أنت ما تصليش قيام ليل، وصلت؟ طب ما هي هي، ما قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، لكن ممكن تتعكس، يقول له: عشان انت طول الليل نايم مش بتاع صلاة انت. صح كده؟ لكن شوف الطريقة اللي النبي صلى الله عليه وسلم صاغ بها العبارة، قال نعم الرجل عبد الله. هل كان لديه تقصير في القيام ام لا؟ كان لديه تقصير في القيام، لكن كيف عالج هذا التقصير؟ كيف نقله من النوم الى القيام؟ سالم بن عبد الله بن عمر يقول: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. مش لا يصلي إلا قليلا، ده إيه؟ لا ينام إلا قليلا، يعني يقوم إيه؟ أكثر الليل، يقوم أكثر الليل. إذن الطريقة التي نعاتب بها أو نعلق بها على الخطأ مهمة جدا، لأنها ربما أدت إلى إفساد نفسية الولد والإضرار بذلك. حديث آخر وهو صحيح أيضا في مسلم، حديث الأولاني في صحيح البخاري ومسلم، حديث عبد الله بن دينار أن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. رسول قاعد مع الصحابة صلى الله عليه وسلم يقول لهم: في شجرة الورق بتاعها ما يسقطش. طبعا أنت ما تسمع كده إيه في الشجر الورق بتاعها ما يسقطش؟ لا، في، بس هو يقصد الإيه؟ النخلة. خدت بالك؟ فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هي النخلة. قال: فذكرت ذلك لعمر اللي هو ابنه، فقال: لأن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا. انظر لموقف عمر في تشجيع ابنه بزرع الثقة في نفسه. كان ممكن سيدنا عمر يقول له: طب انت عايز تتكلم والشيوخ قاعدين؟ الانسان قليل الادب اصلا، ده الصح، خليك محترم. لا، شوف التشجيع، طريقه التشجيع. قال له: لو انت كنت قلت ده احب الي من كذا وكذا. وهذا لا يتعارض مع الادب، يعني انا اذا التزمت حدود الادب واستاذنت واجبت، هذا لا تعارض بينه وبين الادب. فهذا موقف من عمر في تشجيع ابنه بزرع الثقة في نفسه، ولم يقل له مثلا: لازلت صغيرا، لا يمكن أن تقول ذلك. فهذا إثبات أن التشجيع يزيد الثقة عند الأبناء. قال البخاري رحمه الله: دخلت على الحميدي وأنا ابن 18 سنة. وهذه كانت أول سنة يحج فيها البخاري، ركز معايا في الموقف. فدخل على الحميدي وهذا من شيوخه، فإذا بينه وبين آخر اختلاف في حديث. تخيل بقى، اتنين مشايخ مختلفين في حديث وتلميذ دخل. ممكن تلميذ ده لو بدأ يتكلم يقول له ايه؟ عيلت بقى، ما هي ناقصة. لا، فلما بصر بي الحميدي شاف البخاري داخل، قال: جاء من يفصل بيننا. شوف التشجيع والثناء. قال: فعرض الخصومة علي فقضيت للحميدي، مش عشان شيخه. قال: وكان الحق معه، إن فعلا كان الحق معه. قال البخاري أيضا: قال لي محمد بن سلام البيكندي: انظر في كتبي فما وجدت فيها من خطأ فاضرب عليه. فقال له بعض أصحابه: من هذا الفتى؟
هي المشكلة بقى، من هذا الفتى؟ الله أعلم بقى كان من هذا الفتى دي عايزين يتعرفوا مين ده، أو من هذا الفتى اللي هي بتاعت غالب أهل زماننا دلوقتي، يطلع إيه ده يعني؟ مين ده اللي ينظر في كتب في الكتب بتاعتك؟ فقال هذا الذي ليس مثله، رحمك الله، هذا الذي ليس مثله، مفيش إيه؟ مفيش زيه. عشان كده البخاري جلس للتصحيح والتضعيف 11 سنة، من عمره 11 سنة وهو جالس يصحح ويضعف ويعلم الناس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثال كام ده الخامس؟ مثال خامس في التشجيع، تولية أسامة بن زيد إمرة جيش فيه أبو بكر وعمر. تخيل بقى المشهد ده كده، ما يبقى أبو بكر وعمر وأسامة قد ابنه أو أصغر، 18 سنة، أبو بكر كاهل في نفس سن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر أقل قليلا، أسامة يعني تقريبا فعلا في سن أطفال أبي بكر وعمر، أولاد أبو بكر وعمر، ومع ذلك انظر للتربية على الإخلاص ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، هذا أليق بالإمارة، هذا يصلح للإمارة إذن يوضع فيها، هذا لا يصلح لها إذن لا يوضع فيها، وانتهى الأمر. النفسيات سوية، وليس أنه يريد أن يكون فقط هو في كل الأعمال بغض النظر هل يصلح لها أم لا، لا ليس كذلك. المثال الأخير، وهذه قصة جميلة قوي، يقول أبو محذورة، لا قبل ما نخلص دي، عمر بعد ذلك كان إذا لقي أسامة، عمر بن الخطاب كان إذا لقي أسامة قال السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته. شو بيكلم ولد في سن ابنه يقول له إيه؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت علي أمير، لأن الرسول فعلا توفي قبل ما الجيش إيه؟ يتحرك ويخرج وينفذ. المثال الخامس، أبو محذورة يقول، حد عارف أبو محذورة؟ صح. خرجت في نفر فكنا في بعض الطريق حين قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، هتيجي كانوا راجعين من غزوة حنين الجيش النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو محذورة هو بعض الصبيان قبلوهم، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة، فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون فصرخنا نحكيه ونستهزئ به. سمعوا الأذان قعدوا إيه؟ يسخروا منه ويستهزئوا. تخيل كده أنت بتأذن فالعيال معدين كده عليك قعدوا إيه؟ طلعوا لك لسانهم ويسخروا منك. هتعمل هتسيب المايك وتجري وراهم، ولا هتستنى لما تخلص كده وتقول لهم تعالى كده وتشوف بقى إيه؟ تشوف عمل إيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ مين اللي اتكلم؟ فأشار القوم كلهم إلي، باعوه. أشار القوم كلهم إلي وصدقوا، إن أنا فعلا كنت اللي إيه؟ استهزأت، فأرسلهم وحبسني، مشاهم كلهم وإيه؟ وسابوا هو. فقال قم فأذن بالصلاة، قم فأذن بالصلاة. قال فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسه ما ولا مما يأمرني به. قال فقمت بين يديه فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين بنفسه. يا للشرف، اللي علمه يأذن مين؟ الرسول بنفسه. ثم دعاني حين قضيت التأذين، خد بالك من الطريقة التربوية، فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، مش مانع تأليف قلوب الناس، ربما تجيب له هدية، إزازة عطر، أخذ بالك، ما فيش مال. ثم وضع يده على ناصيتي، ثم مر بين ثديي على كبدي حتى بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرتي، اللي حط يده كده ومسح على جسمه كده، ثم قال بارك الله فيك وبارك الله عليك. فقلت يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة، خلينا أذن بقى إيه؟ لأهل مكة. فقال قد أمرتك. قال وذهب كل شيء كان في نفسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بإيه؟ كلمات يسيرة، المسح على الناصية والصدر. فقدمت على عتاب ابن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، كان هو الأمير في مكة عتاب، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله، الرسول اللي معيني هو بقى المؤذن صلى الله عليه وسلم، فلم يزل أبو محذورة يؤذن بها هو وولده، فضل الأذان فيهم، ثم عبد الله بن محيريز ابن عمه وولده، حتى انقطع ولد ابن محيريز صار الأذان بها أو بعد ذلك بمكة يعني إلى ولد ربيبه ابن سعد ابن جمح.
والقصة حسنها الألباني في صحيح النسائي. انظر لاستغلال المواهب والطاقات، انظر لتحويل الطاقة من الشغل بالباطل إلى الشغل بالإيه؟ بالحق، كما يروى عن زاذان وكان حسن الصوت وكان مغنيا، فسمعه ابن مسعود فقال لو كان هذا في القرآن، سمع صوته وهو مغني لقى جميل جدا، قال لو الصوت ده يبقى في القرآن كان ممكن يقول ايه؟ أخد بالك أنت بتعمله ده والله يعني مش ويقعد يدعي عليه. أخد بالك، شوف طريقة الصحابة بقى، توجيه العداء ليكون ولاء وخدمة للدين من قبل العصاة، أهمية الدعاء في قضاء الحاجات وإصلاح النفوس، الرفق في معالجة المشكلات، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، تأليف قلوب المدعو بالمال والهدية، الموازنة بين حاجات النفس وحاجات القلب، أعطاله مال ودعاله الاثنين، الحرص على الخير والمبادرة به، استشعار المسؤولية نحو هذا الدين، الرجل المناسب في المكان المناسب، الرجل المناسب في المكان المناسب. قال الغزالي رحمه الله عن التشجيع: ثم مهما، عشان الناس مفكرة ان علماء المسلمين دول ما يعرفوش حاجة في التربية، الغزالي ده من سنة 500 وشوي، 505 أظن وفاته أو ميلاده لا أذكر. فيقول: مهما ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود، يعمل بقى، فينبغي أن يكرم عليه أو يكرم ويجازى عليه بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس، فإن خالف ذلك في بعض الأحوال الولد يعني مرة واحدة فينبغي أن يتغافل عنه ولا يهتك ستره ولا يكاشفه، يعني هو كويس على طول وبيحسن على طول، وقع مرة ما تفضحوش بقى، عديها، فإن عاد ثانيا فينبغي أن يعاتب سرا. مش إيه؟ شوف التشجيع قال لك قدام الناس والثناء والمدح، لكن التوبيخ أو العتاب فين؟ سرا. ويعظم الأمر فيه ويقال له إياك أن تعود بعد ذلك لمثل هذا. ويقول الدكتور عبد الكريم بكار حفظه الله: حين نشجع طفلا على الإقدام على عمل يحبه فإنه ينظر إلى تشجيعنا، افهم بقى كده، العيال بيفهموا التشجيع على إنه إيه؟ على أنه تعاطف معه اللي أنت معاه، لأننا ساعدناه على تحقيق أمنية من أمانيه. ثم إن التشجيع على عمل من الأعمال يتضمن الاعتراف على نحو خفي بكفاءة الابن واقتداره على النجاح في العمل الذي شجعناه عليه. أنا لما بشجعه أبقى أنا كده معترف بالكفاءة بتاعته، إن هو كفء الكذا وإن هو فعلا هينجز العمل ده، وهذا فيه مؤازرة كبيرة له. يقول: والحقيقة أن للتشجيع دورا فاعلا ومؤثرا في تمتع الأمم بعدد وافر من الرجال العظماء، عشان نخرج رجال عظماء لازم التشجيع، ولهذا فإن التشجيع يشكل مقياسا من مقاييس التحضر، فالمجتمعات كلما تحضرت أكثر قدرت المواهب أكثر. طبعا فاتنا ذكر سبب تأليف صحيح البخاري إيه؟ كلمة من مين؟ اللي هو إسحاق بن راهويه، يعني لما قال لو كان هناك من يجمع لنا الصحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت الكلمة في نفس البخاري فجمع صحيح البخاري. شوف كل الفضل ده والأجر والأمم اللي عمالة تدرس صحيح البخاري وتقرأ صحيح البخاري في ميزان حسنات الشيخ، هو ما عملش حاجة غير ايه؟ بس كلمة، ما تقول لابنك انت شكلك عبقري، انت شكلك هتطلع امام للأمة، خدت بالك؟ وطبعا يكون التشجيع بصدق مش بكذب زي ما هنقول دلوقتي. ولكن كما ان التشجيع مهم فلا بد من عدة ضوابط له، لان عارف بيدور في اذهان بعض الاخوة دلوقتي هتربي الولد على الرياء بقى وكل حاجة، لا، في ضوابط معينة لازم ناخد بالنا منها عند ممارسة هذه الطريقة التربوية. واحد، أن يكون صادقا بدون مبالغة أو كذب، أن يكون صادقا بدون مبالغة أو كذب. ليه؟ لأن الطفل هيكتشف، هيعرف اللي أنت إيه بتضحك عليه، مش بتشتغله. أن يكون صادقا بدون مبالغة أو كذب. اثنين، مدح السلوك لا مدح الشخص، وكذلك معاتبة العتب على السلوك لا على الشخص. بمعنى ابنك مثلا كان نشيطا في حفظ القرآن، تقول له ايه؟
شفتوا عشان بقول لكم التربية عايزة قراءة ياما. ابنك جاب جايزة في حفظ القرآن، ماذا تقول له؟ ممكن تقول له أنت ولد ممتاز ما شاء الله تبارك الله. لا، تقول له أداؤك في الحفظ ممتاز، فأنت بذلك تمدح السلوك والفعل لا تمدح الشخص. وفرق بين الاثنين حتى لا يصب الغرور. وأنا لو مدحت الشخص، الشخصية نفسها كويسة وممتازة، بكل حاجة هيعملها تبقى ممتازة. خد بالك من نفس الكلام في العتاب. أما مثلا الولد أخطأ تقول له أنت ولد غبي، بس أنت من يومك كده، أنت ما أنتش نافع، أنت كده بتكسر بتحطمه، النفسية بتاعته بتتحطم. لكن تقول له الكذب سيء، يبقى أنا بفصل الشخص عن الإيه؟ عن السلوك. يبقى هو لو تخلص من السلوك يبقى هو كويس، إنسان كويس حبيب، لكن أنا بعيب عليه السلوك بتاعه. تقول له أنت، ما تقولوش مثلا أنت أحسن ولد في الدنيا، مفيش أحسن منك في الكون، أو ده بيزرع الغرور في نفس الولد. إذا تكاسل في حفظ القرآن تقول له أدائك في الحفظ غير جيد، يجب أن ترجع لمستواك، وهكذا. ما تقولوش بقى أنت دايما كسول، لأن ده هيزرع الإحباط فيه. ثلاثة، معرفة حاجة كل مرحلة، معرفة حاجة كل مرحلة. كل مرحلة يعني الطفولة لها طريقة في التشجيع، المراهقة لها طريقة في التشجيع، كل مرحلة لها حاجياتها. طبعا في إخوة قاعدين يقولوا ده الموضوع ضخم أوي وصعب، يا ريتنا ما اتجوزنا. هي مسؤولية، ما أنت لازم تتعلم ولازم تسمع. اللي ما بيعرفش يقرأ يجيب محاضرات مسموعة ويسمعها، ماشي كده، يستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بالمربين في المسجد مثلا في دار تحفيظ قرآن، ويعنى بالأمر. ليه؟ لأننا محاسبون على أبنائنا. هناخد النهاردة بند واحد من بنود الرعاية النفسية، وبكرة إن شاء الله عشان ما طولش عليكم نكمل بقية المحاور الأربعة. الخطأ الذي نريد أن ننبه عليه اليوم عدم الثقة بالنفس. ينشأ كثير من الأبناء غير واثقين بأنفسهم، لا يعتمد على نفسه في كثير ولا قليل، كل ما بيقوم بعمل ما يعرفش يتمه، تواجهه مشكلة يتوقف، ما يعرفش ياخد قرار، لا يستطيع اتخاذ القرار، يتهرب من المواجهة، وربما تحول إلى بكاء. هذا كله يدلك على أن الولد فاقد للإيه؟ للثقة في نفسه. يعني مثلا ممكن تلاقي ابنك دخل ثانوية، أول يوم راجع من المدرسة يفضل يعيط لحد بالليل، خدت بالك؟ فأنت تستغرب يعيط ليه؟ البكاء ده علامة على ضعف الثقة في النفس. أنت محتاج تشوف إزاي تعرف تعيد الولد إن هو إيه؟ يثق في نفسه مرة أخرى. معنى كده؟ ودي جناية من مما يجنيه المربي على الطفل. ليه؟ بسبب سوء التربية، انعدام التشجيع، إهمال العاطفة، زي ما هتيجي معنا بكرة الكلام على العاطفة والاهتمام به. فهذا كله أدى إلى فقدان الولد للثقة في نفسه. يعني بعض الأعراب مثلا أرسل طفلا، ده مثال على الولد مش عارف ياخد قرار، مش فاهم حاجة في أي حاجة، فقال له اشتري لي حبلا. معايا؟ قال له ايه؟ اشتري لي حبل طوله مترين. فقال يا أبتي في عرض كم؟ في عرض كم؟ فقال في عرض مصيبتي فيك. وفي حبل في عرض كم؟ بس هو برضه غلط في الأول وغلط في الآخر، ما هو أنت اللي وصلته لكده؟ وغير كده مش معلومة ناقصة ما فيهاش، أخد بالك؟ وعالج الغلط بغلط برضه، خدت بالك؟ مشكلة. طب ما السبب؟ طبعا الثقة بالنفس مش معناها أن الإنسان يتكل على نفسه ويهمل أمر التوكل على الله سبحانه وتعالى، لا، مش معناها الاستغناء عن الخالق، وإنما التوكل على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب والاستفادة من الطاقات والمواهب. إيه الأسباب يا إخواني؟ إيه الأسباب اللي وصلت الإبن لفقدان الثقة؟ واحد، كثرة الأمر والنهي على كل صغير وكبير. في فعل الناس وفي مجتمعات استحالة حدث يمر بدون ما يعلق، صح؟ لازم يعلق، بالك ما فيش، هي لازم يعلق. نسرف كثيرا في توجيه الأوامر للأطفال، وهذا يفقد الطفل، خد بالك من الخطر، يفقد الطفل الإبداع ويجعله لا يثق بعمله، بل ينتظر من يصحح له دوما ويمنحه اليقين بأن عمله صواب.
يبقى كثرة الأوامر ونهي. اثنين، انتقاده على كل عمل يعمله. انتقاده على كل عمل يعمله. تتبع العثرات، توجيه اللوم والتقريع. طب الولد اجتهد وأخطأ، بس هو كانت نيته ايه؟ كويسة. البنت مثلا دخلت مع أمها إلى المطبخ، عايزة تطبخ، عايزة تبقى ايه؟ أم. فكسر الطبق، ثم هي جايبة طبق تاني وكسره على دماغها. خدت بالك؟ انت غبية، ايه اللي دخلك؟ انت ما بتفهميش، انت ما ينفعش. وفعلا البنت عمرها ما هتدخل المطبخ بعد كده، وهتتجوز وهتتطلق بسبب ان هي ما بتعرفش تطبخ. ولد صغير مثلا جالك ضيوف، فقال انا عايز اكرم الضيف، والدي بيحدثني عن كرم الضيف، انا هجهز له حاجه يشربها. راح يجهز الحاجه اللي يشربها وماشي بيها، راحت واقعه والكاس مكسور. خدت بالك؟ اطلع بره، انت ايه اللي خلاك تعمل كده؟ انت ولد ما بتفهم. طب فين المبادره للولد؟ هو الولد في كثير من الاحيان، بل في غالب الاحيان، يتعمد الاساءه. لا يتعمد. فانت تحتاج ان انت تشجع السلوك الايجابي وتحفزه وتصحح السلوك الخاطئ. ما شاء الله، ممتاز، انت اللي انت اللي جهزت الحاجه دي للضيف، جزاك الله خيرا. بس خد بالك بس، وانت ماشي بالكاس، امسك الصينيه وامسك الكاس كمان، وتقوم وتوريه يعمل ازاي، وهو اللي يجيب الكاس الثاني. انت تفكر الولد عمره هينسى الموقف ده؟ ده بالاضافه للثقه اللي اتزرعت في نفس الولد ده. انت فكرتوني بموقف لبعض المدرسين، لطالب فاشل في الفصل، افشل طالب في الفصل، فقال الولد ده انا عايزه يبقى انجح طالب في الفصل. فعمل ايه؟ جاب جمله صعبه جدا، انا مش عارف اقولها، يعني انا قلتها قبل كده مرتين تقريبا او ثلاثه، مش معرفتش احفظها. واخد بالك؟ جمله فيها حروف كتير زي بعضها، تيجي تحفظها تتلخبط. وكتبها الولد في ورقه وقال له احفظ لي الجمله دي. قعد بقى يوم اتنين ثلاثه اسبوع لحد الولد ما حفظها صم. بعد الولد ما حفظها، قام على الفصل قال انا هكتب لكم جمله على السبوره، واللي هيقولها من اول مره ده ولد هيبقى ولد ممتاز، وهديله والى اخره والى اخره، حفظه جيد وكده. فطبعا كتب الجمله او قال الجمله، مش كتبها، وانتظر الايه الاولاد كله بره، ولا واحد يعرف يقول، هيجيبها لكم ولو تيسر يعني، ولا واحد يعرف يقولها. فمين لو استنى، يا ريت. ده الولد من فقدان الثقه مش راضي يرفع ايده وهو حافظها. شوف جنايه الاباء على الولد وجنايه المدرسين التانيين. اصل انت طالب فاشل، بس انت من تشناه، اخد بقى ها، وعمال الولد ها عايز يرفع ايده، واخد بالك، لحد ما راح قال له قوم قول قول. فالولد قال العباره، كل الاولاد سقفوا له. اخد بالك؟ الولد عملت معاه نقله، اخد بالك، في حياته تحول تماما. بعد ما كان طالب فاشل بقى طالب متفوق، ثقه بالنفس. ومواقف تانية كتير، حتى في بعض المواقف الطفل اخر كان ايضا فاشل في الدراسه بسبب موت امه ماتت وهو صغير، طفل صغير. قصه اجنبيه دي، المدرسه حاولت تهتم ليه الولد ده فاشل، كل المدرسين يقولوا الاداء بتاعه سيء، الاداء بتاعه سيء. فقعدت تبحث فعرفت ان امه توفيت، فبدات تجيب الولد وتحن عليه وتعطف عليه بدل الام وكده، فبدا اداؤه يتحسن. فلما جه عيد الام عندهم، انتوا عارفين الغرب وعيد الام والاحتفالات، لقيت الولد جايب عقد وازازه ريحه فيها حبه صغيرين. طب اللي بيجيب هديه يجيب ازازه ريحه مستعمله، وجايبهم هديه للمدرسه دي لانه طلع من الاوائل. فالمدرسه استعجبت فقال لها دي ازازه العطر بتاعت امي. يعني شوف الحب ليها وصل ان هو جاب لها ازازه العطر والعقد بتاع مين؟ بتاع الولد ده. وصل بعد كده بقى دكتور. شوف التشجيع. كان ممكن المدرسه دي مع باقي المدرسين خلاص اتقتلت المواهب. وده بيبين لك اهميه التشجيع وأن تكوين الثقة بالنفس لدى الطفل. الزوج مثلا أو الزوجة، اللي هو موضوع الانتقاد الدائم ده، اشترى حاجة فتقول له جبتها بكام؟ يقول لها بكذا، تقول له غالية. خد بالك؟ تاني مرة جبتها بكام؟ يتعمد بقى إن هو يجيب بإيه؟ بسعر رخيص، تقول له مش حلو. صح؟ هو في كده، في زوج كده وزوجة كده. دايما، ما هو أصل لازم هيعلق. لو غالية يبقى ضحكوا عليه، لو رخيصة ده ممكن يكون متعمد جايب نفس الحاجة
بس بيضحك عليها، يقول لها مثلا هي ب50، قال لها ب20، تقول له ضحكوا عليك. طب ما هي هي، لا بس هي لازم تتكلم، لازم تعلم، ما يعرفش ايه، ما نعرفش نسكت. ثلاثة، ألا تتاح له الفرصة في الحديث أمام الآخرين مخافة أن يخطئ. في آباء كده يقول له قدام الكبار ما تتكلمش، خدت بالك؟ ألا تتاح له الفرصة في الحديث أمام الآخرين مخافة أن يخطئ. وطبعا ده معانا حديث النخلة، إن ابن عمر والده قال له يعني اللي أنا تمنيت اللي أنت إيه؟ اللي أنت تتكلم، معنى كده؟ بعض الآثار التي تستطيع أن تحكم من خلالها هل ولدي لديه هذا الخطأ أو هذا المرض أم لا، فقدان الثقة. واحد، لا يستطيع أن يقوم بعمل استقلالا، ما يعرفش يعمل عمل لوحده، وما يجي يؤمر بأمر بتلاقيه متردد، وما تواجهه مشكلة ما يعرفش يحلها، ما يعرفش ياخد قرار. اثنين، التبلد وعدم الإبداع، التبلد وعدم الإبداع، انخفاض بقى المستوى الدراسي وغيره. ثلاثة، التبرم والضيق من كل عمل يسند إليه، كل ما تأمره بحاجة تلاقيه متضايق، تستغرب الولد إمكاناته حلوة، طب ليه كده؟ لأنه عارف إن هينتقد وهيتوجه له لوم، لا يبقى بلاش، ما تقوليش اعمل حاجة أحسن. ليه؟ لأن عارف إن اللوم حاصل دوما، وأنه يعني لن يسلم من النقد. أربعة، ضعف الإرادة وخور العزيمة، ضعف الإرادة وخور العزيمة. أما علاج هذا الخطأ فيتمثل فيما يلي: واحد، ارسم لولدك خطوطا عامة يسير في ضوئها وفي نطاقها، يعني بين له الحلال من الحرام، الخطأ من الصواب، وربه على أدبه على الأخلاق الفاضلة والأداب السامية، ثم اترك له حرية الإبداع. يدلك على ذلك حديث أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. يبقى هو حط الخطوط العامة وسابه إيه، وخصوصا الحاجة اللي خلاص عدت، ما خلاص ممكن بعد كده تأمره بها تاني، مش ليه ما عملتش وليه. طبعا بخلاف الأمور الشرعية، لو ما صلاش مش هتقول له ليه ما صليتش، ده يستثنى منه الأمور الشرعية. اثنين، أسند إليه بعض المهام التي في مقدوره القيام بها، اسند له بعض المهام يقوم بيها، ولو كانت حاجات هايفة، قول له مثلا ما تيجي نشيل الكتب دي نحطها هنا، ولد صغير 3 سنين يشيل، ياخد بالك، ويتعود الاعتماد على النفس، تقدر تشيل، لو انت تشيل الكرسي مثلا هاته، وهكذا الحاجات البسيطة دي، وتتدرج معاه بقى. وفي كتب متخصصة في كده، زي كيف تدرب ولدك على تحمل المسؤولية، كل مجال تقريبا في المجالات التي نتحدث فيها فيه مؤلفات كاملة، وفي يعني كتاب صدر حديثا اطلعت عليه أمس ما شاء الله تبارك الله، ويعتبر ده هدية الاعتكاف، مش هشتريه لكم يعني، ما تخافوش مش هنجيب هدايا، لكن هدلكوا عليه وهقرأ الفهرس بتاعه عليكم ما شاء الله تبارك الله، كتاب جميل جدا ومبسط وسهل، ممكن حضراتكم تطلعوا تشتروه من باب تطبيق الكلام اللي احنا بنقول. اسناد بعض المهام إليه، وإذا أخطأ هقول لكم هجيبه لكم معايا إن شاء الله بكرة، إذا أخطأ شجعه على المبادرة وبين له كيف يكون الصواب وساعده أحيانا. ثلاثة، احرص على تشجيعه أمام الناس وأمام الأقارب، وامنحه من الجوائز ما يناسب سنه ويناسب إنجازه، تبقى حريص أن أنت تشجعه أمام الأقارب وأمام الناس وتمنحه ما يناسب سنه. رابعا وأخيرا، أن تمازحه وتلاعبه بالقدر الذي يرفع الحاجز الوهمي بينك وبينه، مداعبة تستجلب الحب وتزرع الود وتبني الثقة في نفسه بدل السخرية. الوصية العملية، وصية اليوم عنوانها عزومة. إيه العزومة؟ هتعزم مين؟ هتعزم ابنك طفل، هتقول له إلبس، هيلبس، أنا عايزك في مشوار، تاخده المشوار، يفاجأ اللي أنت موديه مطعم، تقول له تفضل أقعد، أنت معزوم عندي النهاردة. ماشي كده؟ بتضحكوا ليه؟ ما بتعملوهاش؟ ها؟ يعني بعض الآباء بيحكي إن ها؟ ماشي، طب مطعم فول، إيه المشكلة؟
يعني شوف على قد ما تقدر حاجة تكون قيمة يعني. فالولد لبس ونزل معاه فقعد، الولد بيقول له اقعد مش مصدق في ايه يعني، فعلا حاجة. وقعد مع الولد، قعدوا يدردشوا وفتحوا مع بعض كلام وحوارات. الى الان الولد ما هوش ناسي الموقف ده، بيقول لوالده انا ماشي معاك فانت بتقول لي اقعد مش عارف اقعد ايه، مش مصدق يعني. شوف المعنى البسيط ده بيفتح جسور التواصل بينك وبين الطفل. والولد بينتظر العزومة بقى ديت، لو انت عملتها كل شهر كل شهرين حسب ظروفك، خد بالك تقول مثلا في البيت اللي هيعمل كذا في عزومة جاية قريب، خد بالك اللي بيصحى من النوم ويطبق السرير بتاعه واللحاف بتاعه وكده ده العزومة بتاعته قربت، اللي بيحافظ على ورد القرآن ليه مفاجأة، وهكذا. التشجيع ده هيخلي الولد يبادر ويتنافس في السلوكيات الإيجابية، وهذا يعزز هذا السلوك في نفس الطفل. نسأل الله عز وجل أن يبارك في أولادنا وأن يصلح ذريتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.